وعدنا بعد الفاصل أعزائي متابعي توتا سيكريتس، وسر جديد من أسراري. سر الفقرة الثانية معايا النهاردة هو سر الإبداع. معايا إعلامية رائعة، معايا نجمة تيك توك فظيع، معايا الجميلة الرقيقة الموديلينج الستايلست ياسمين محسن. اهلا وسهلا بحضرتك، منوراني في توتا سيكريتس. اهلا بيكي، ميرسي، ده نورك. منوره النهارده في لوكيشن توتا سيكريتس وسر الابداع، واحنا دايما يا توتا متعودين نقدم كل جديد عندنا. يعني دايما نحب ننوع فقراتنا كده. حابين النهارده نتكلم بقى عن الريسايكلينج واعاده تدوير، يعني تدوير الملابس والديكور بتاع البيت. ف يعني منوره، ربنا يخليكي. ميرسي، ده نورك. ياسمين محسن هي اول موديلينج للمحجبات في مصر، من فضلك تقولي لمشاهدي توتا سيكريتس تجربتك دي كانت ازاي؟ انا بدات من 17 سنه. ما شاء الله. بدات شغل من 17 سنه ولا انت عندك 17 سنه؟ لا، بدات من 17 سنه. من 17 سنه. بدات بقى بالموديلنج وتعلمت بقى الكات ووك وعملت عروض ازياء، ويعني ده ملخص يعني. أيوة. عملت عروض ازياء وابتديت بقى المجلات المحجبات في مصر زي حجاب فاشن، وفي مجلات كتير كانت طالعه في الوقت ده، كنت بصور معاهم وعلى اغلفه المجلات بقى، والمحلات كمان بقوا يحطوا بوسترز على ما شاء الله. ما انت زي القمر. ربنا يخليكي، كدعايه وكده. والموضوع مشي الحمد لله كويس، فانا يعتبر من اوائل الناس اللي دخلوا المجال محجبات. كمحجبة. كان معانا طبعا اجانب ومعانا موديلز مش محجبات وكده، بس كنت يعني تقريبا انا الوحيده المحجبه. دلوقتي ما شاء الله بقوا كتير جدا. كتير، بس انت من اوائل الناس وما شاء الله عليكي. عامله علامه اكيد. ايوه ما شاء الله عليكي، ربنا يخليكي. معروفه ومميزه جدا بديزاينك وباللوك الجديد للطرحه. كتير قوي من مشاهداتي النهارده قالوا لي اسالك، وانا يعني ليا الشرف ان انا اكون من الفانز بتوعك على التيك توك، وانا حابه اعرف كل سر لفه الطرحه. يعني كل الناس بتقول لك لفه الطرحه، انت بتلفي الطرحه بالبساطه. هو هي سهله وهي ما فيهاش اي حاجه. لفه سوري تقريبا او تركي. لفه عاديه خالص. هي لوس يعني. هي البندانه هي اللي تحت دي هي البندانه السوري. اوكي. الطرحه يعني انا يا دوب حطاها بس كده. دي رقه الدنيا خالص، الجو حر ومش عايزين دبابيس كتير ولا خنقه، والموضوع بسيط. انا الطرحه كلها بالنسبه لي دايما دبوس. ايوه، هي كلها دبوس. فالناس دايما متخيله ان في تكات، فبعمل لهم الفيديو وبيتفاجئوا ان الموضوع يعني ايه ده، في ايه، هو كده بس؟ اقول لهم هو كده بس، يعني هي اللفه بسيطه خالص يعني. طب كلمينا بقى، يعني شغلك في مجال الموديلنج كان نتيجه لدراسه، ولا انت كنتي اصلا حابه الموضوع كهوايه؟ وفي نفس الوقت سمعت برضو من توتا مقدمه برامج، يعني انت مش ضيفه النهارده، انت زميله. انت زميله اعلاميه جميله حبيبتي. انا درست الاعلام، خريجة اعلام القاهرة، وطبعا كان هدفي اصلا لدخول الميديا ان انا عايزة اشتغل مقدمة برامج او مذيعة، بس هي جت الصدفة بقى ان انا اشتغلت في الموديلنج واخدت كورسات، قلت يمكن تكون دي سكة لدخول الميديا. فاخدت كورسات وتعلمت الموديلنج واشتغلت فترة كبيرة موديل، وما زلت لحد دلوقتي بشتغل موديل محجبات. بس طبعا طورت من نفسي، كان لازم اطور من نفسي. اتعلمت كل ما يخص بقى المجال، يعني غير دراسه الاعلام كاذاعه وتلفزيون، اتعلمت بقى الموديلنج والميك اب، يعني خدت كورسات، خدت كورس في الستايلنج وذاكرت اونلاين وخدت حاجات كتير جدا عشان ابقى الموضوع يبقى يعني ابقى مؤهله لاي حاجه تخص مجال الاعلام، ابقى فاهمه فيها. طب هل دراسه حضرتك في كستايلست هو ده اللي خلاكي تفكري في إعادة تدوير الهدوم اللي ممكن ما بنلبسهاش بقى لنا فترة، إعادة إن احنا نعمل ديزاين جديد للبس مثلا في قطعة صغيرة كده؟ ده اللي اداكي الفكرة جات لك منين؟ هي الفكرة من موجودة، لأنه أنا والدتي أصلا بتعملها من زمان في هدومها وهدومي. أوكي. فاحنا اصلا بنعمل الكلام ده، فلما من كام سنه كده الموضوع بقى تعويم الدولار وتعويم الجنيه اسفه وارتفاع سعر الدولار، والناس ابتدت تعمل كوميكس بقى على السوشيال ميديا ويهزروا ومعناش فلوس نجيب هدوم مش عارفه. قلت طب ما انا بعمل الكلام ده ومامتي بتعمل الكلام ده، طب احنا ليه ما نصورش الحاجات اللي احنا بنعملها قبل وبعد
ونحطها على السوشيال ميديا عشان تفيدي كل الناس. بالظبط من هنا جت الفكره من حوالي 3 سنين. جت قناه حضرتك على اليوتيوب. عملت قناه على اليوتيوب وعملت جروب اسمه التاتش بتاع ياسمين، وحلقات اليوتيوب اسمها التاتش بتاع ياسمين، وابتديت اقدم الافكار بتاعتي. عملتي التاتش بتاعك. عملت التاتش بتاعي وبقيت احط برضو فيديوهات. النهارده في تاتش. حاسه ان في ده كارديجان. الكارديجان ده كان جيب بليسي. أوكي. حتى هي باينه الكسرات شويه. أوكي. فكيتها خالص وشلت الوسط وعملتها كارديجان. هايله يعني حاجه كانت في الدولاب عندنا. لبستها لبستين طبعا. احنا الستات بنحب نغير طبعا، ونحبش نظهر بالحاجه اكتر من مرتين بكتير. فروحت مشقلباها حاجه تانية خالص، كانت قطعه من تحت بقت بتلبس حاجه من فوق. فاحنا كده جددنا، عملنا حاجه جديده خالص. فهي الفكره بقى جات لي من كده، انا ابتديت اعرض افكاري على الجروب واحط صور واحط فيديوهات، فالناس ابتدت تتجاوب معايا وابتديت اظهر في البرامج واقدم افكاري. وهي يعني من جت من هنا فكره اعاده التدوير. بمناسبه ما بتظهري في البرامج والفانز بتوعك، انا اول ما نوهت انه النهارده الستايلست ياسمين محسن هتشرفني وتنورني في توتا سيكريتس. كل الفانز بتوعك جولي وكلموني، وطبعا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده. ربنا يخليك. من فضلك قولي لنا ايه تجربتك مع التيك توك؟ التيك توك ظهر امتى؟ طبعا لما بدات اجازه الحجر الصحي اللي كلنا قعدنا في البيت، وما في مش لاقيين حاجه نعملها، يعني لا في نزول وفي حظر وحبس والاطفال يا حرام محبوسين بناكل بس، ما لقيتش حاجه اعملها. فيعني كل الناس اتجهت انا كنت اول مره ادخله، انا ما اعرفش حاجه عنه خالص. التيك توك عالم تاني. انت حبيبتي عالم تاني خالص، وانت نجمه في التيك توك على قدي لسه. يعني ومن خلال حضرتك ومن خلال البرنامج بنبعت لدكتور دكتور مبروك عطية. يعني مش انا بس تحيي. طبعا لا ده دكتور مبروك عطية على المستوى الشخصي كلنا بنحبه، يعني في قمه. انا بحبه جدا من ايام ما كان بيقدم برنامج اللغه العربيه، ايام البرامج التعليميه. وكنت بقعد اسمعه وكنت بستفيد منه جدا. طب هو قامه كبيره يعني. لا دكتور مبروك قامه كبيره طبعا. طبعا قيمه وقامه. والفيديوهات دي حبا فيه. أيوة. واحتراما ليه وتقديرا ليه، مش اي حاجه سلبيه خالص. لا هو قال، هو رد دكتور مبروك لما سئل، فاحنا كلنا بنعمل كده حبا فيه والله. كل اللي بيعيدوا طريقته بسيطه، الطريقه بسيطه جدا، جدا بسيطه جدا. وطريقه حتى يعني المشكله، انا بحب اسمع المشكله. ايوه انا يعني بحب اسمع المشكله. خفه ظله طبعا ملهاش حل. طبعا احنا بنقدم له احسن تحيه وافضل تحيه لدكتور مبروك على راسنا. طبعا على راسنا. احنا بقى معانا صور حابين بقى نتكلم عنها ونشرح عليها، يعني كل فكره جات لك ازاي والفكره عباره عن ايه. اوكي معانا ده عباره عن ايه؟ بصي دي الصوره اللي في النص دي عبايه لو الوانها لطيفه يعني. أوكي. عملت منها قطعتين، خدت الجزء اللي تحت حطيت له استك بقى جيب او سكيرت. خدنا الصدر اللي فوق اللي هو الجزء الفوشيا لحد الخط الازرق ده. ركبت له، كان عندي كشميو شيفون. اوكي رحت مركبه الجزء شيفون لتحت، فبقى عندي كارديجان. أيوه. وعندي جوب من عبايه، يعني هي قطعه واحده. طلعت منها قطعتين. وقطعتين مختلفتين تماما خالص. والشيفون اكيد ما كنتيش بتستخدميه خلاص يعني بقى، يعني حاجة مش زي ما قلنا حاجه بقى مش هنكررها تاني، فاستعملها في حاجه ثانيه. بالظبط الفكره ديكور البيت. ده كمان مش بس اللبس، بنعيد ديكور البيت. بعمل حاجات في البيت. دي صناديق فاكهه بتتجاب طبعا من محلات الخضار والفاكهه. عادي مفيش مشكله. رشيتها بالوان مختلفه. يعني كل واحد لون. وعملته مكتبه لاولادي في الاوضه، يعني حطوا بقى كراكيبهم، لعبهم، كتبهم. يا بخت ولادك. لا هايل بجد. يعني مش بس ملابس، لا انت كمان ديكوريشن عشان ينظموا حاجتهم بقى في الاوضه. وايه الجمال ده؟ الكشكو ده دي طبعا حاجه البوتس بتاعت الزرع طالعه موضه قوي بقى لها فتره. بتتباع في محلات مشهوره طبعًا. وماركات طبعًا. مشهوره باسعار غريبه خياليه. غاليه جدا. فجات لي الفكره انه دي علبه شوكولاته بلاستيك. علبه شوكولاته بلاستيك. والابيض ده حبل كتان او اللي هو الخيط المكرميه. اوكي جبته ولفيته عليه بالمسدس الشمع. وحتى الزرع ده انا ما اشتريتش زرع، ده الشجر اللي بيقصوه الجناينيه.
كان عندي تحت البيت شجر ناشف، شجر عادي ناشف عادي خالص، جبته ورشيته كده من بعيد ابيض عشان يدي يعني بيج مع الابيض. الله، فادى الشكل ده، هتلاقي حتت بيضة وحتت بيج. لو ده احلى حاجه في الريسايكلينج شفتها. البوت دي بتتباع برقم يعني 600 جنيه حاجه كده. ده ايه ده الخيط المكرميه، ودي علبه الشوكولاته قبل ما تتعمل. ده قبل التعديل. دي علبه الشوكولاته اللي اتعملت. هايله هايله بقى، شكلها حاجه ثانيه خالص. ما شاء الله عليكي. ده ايه الجمال ده؟ ده سكارف كبير اللي هي الشيلان الكبيره. عملت له فتحه رقبه وخيطته من الجنبين بقى بونشو. يتلبس بقى على البحر، على المايو، على يعني في اي وقت يتلبس، في رمضان يعني، يليق مع اي وقت. مع اي مناسبه واي وقت. الافكار بتجيلك ازاي يا ياسمين؟ يعني كل فكره بتجيلك، هل مثلا بتكوني قاعده بتشوفي مثلا حاجه، طب انا اعمل لها اعاده تدوير، ولا نظرتك للحاجه اللي تعملها ريسايكلينج بتبقى ازاي؟ يعني مختلفه اكيد عن نظرتي لحاجه يعني. بصي انا عملت فيديوهات كده من كام شهر اعلم الناس ازاي يبصوا للحاجه، يعني يتوصلوا ان هي هتبقى ايه، يعني فاهمه ازاي؟ يعني انا ابص مثلا للبلوزه دي، انا هقلبها مثلا فيست كات، هشيل الكمام بقت حاجه كات، خلاص بقت حاجه كات. فهي الفكره في التخيل، يعني موضوع انه تشغيل دماغ مع تخيل، مع ان انا بتفرج برضو على الاجانب برضو، اصل ده فن موجود في العالم كله من الاف السنين، والاجانب شاطرين جدا افكارهم هايل. فطبعا انا متابعاهم وباخد منهم افكار، ممكن احط بقى عليها التاتش بتاعي، التاتش بتاع ياسمين. يعني اخد من هنا من هنا واحط التاتش بتاعي برضو. يعني فهي الفكره بتيجي كده. ياسمين، بما انك يعني اشهر محجبه في مصر ويعني موديلنج ودي الاكسبيرينس بتاعتك وخبرتك، انت شايفه ممكن المحجبه تبقى شكلها عامل ازاي، وتبقى تحلي الحجاب ازاي؟ شاوري عليا يا توتا. تحلي الحجاب ازاي؟ قمر طبعا، يعني القمر اللي جنبي دي، يعني انت شايفه ان المحجبه يقول لك لا وعشان شعرها متغطي؟ ابدا، الحجاب ساعات مستعد، الحجاب اوريدي بيحلي كتير اكيد. طبعا، لان هو اول حاجه هو بيحدد ملامح الوش بالظبط، يعني فطبعا شايفاها تبقى متجدده على طول. هو احلى حاجه البساطه، يعني كل ما تبقي بسيطه، مفيش الوان كتير، مفيش اكسسوارز كتير. أوكي. يعني فاهمه قصدي؟ والميك اب خفيف جدا، حاجات بسيطه خالص. الشكل كله هيبقى لطيف، انما الاوفر ده هيقلب بقى حاجه تانية خالص. يعني احنا كده في مكان تاني خالص. احنا في حته تانية خالص. ففعلا البساطه هي الاناقه في البساطه. انت رقيقه جدا حبيبتي، ربنا يخليك. رقيقه جدا، فهي الاناقه في البساطه، سواء محجبه او غير محجبه على فكره. ايوه، ده في العموم. أيوة. الفتره الجايه بقى ايه الجديد عندك؟ يعني بتفكري تطوري القناه بتاعت اليوتيوب، تعملي فيديوز اكتر على التيك توك، تعملي حاجه على السوشيال ميديا، تعملي برنامج خاص بيكي يتكلم عن ريسايكلينج لللبس، ايه الفكره يعني، ايه الافكار اللي عندك الفتره الجايه؟ انا شغاله فعلا الفتره دي على تطوير بقى الموضوع، انه احنا مش هنتوقف على الجروب بس والقناه بس، لا انا بطور كل شويه، بعمل افكار جديده. طبعا اتمنى ان انا ارجع للشاشات تاني، انا اشتغلت مذيعه كتير. احنا يعني احنا نتمنى كمان. انت زميله النهارده، هي مش ضيفه، زميله. والله انا بالنسبه لي مش الشاشه مش حلمي قوي، قد ما راديو او تلفزيون مش فارق معايا، بس انا عايزه اوصل افكاري. انت حلمك عاوزه توصلي افكارك. عايزه اوصل، انا شغاله حاليا سوشيال ميديا، بس عايزه اوصل افكاري، فقره في برنامج او برنامج في اي قناه او اي محطه راديو، يبقى ليا الشرف طبعا. بحيث ولينا شرف النهارده انت معانا في سيكريتس. ربنا يخليكي، ده شرف ليا. المستقبل كله رايح لفكره الريسايكلينج، لسبب لان طبعًا. احنا يعني الاقتصاد في العالم كله، ظروف الاقتصاديه بقت صعبه جداً. مش كل الناس تقدر تجيب كل يوم هدوم جديده، احنا عندنا ناس موظفين بينزلوا كل يوم، في ستات بتشتغل بالزبط. في اطفال، انا بعمل كمان لاولادي يعني ما شاء الله. طبعا الولاد بيكبروا جسمهم بيتغير، فطبعا برضو بعمل ريسايكلينج، يعني مش كل شويه هنشتري جديد. اكيد برضو الملابس الاطفال. طبعا طبعا بعمل. فاحنا ده الاتجاه دلوقتي هيبقى لاعاده تدوير اجباري. لا ده انت اجباري ثروه عشان الظروف الاقتصاديه. دماغك وبعدين احنا الستات عندنا الدواليب متروسه هدوم، نقف قدامها كل يوم، احنا مش عارفين هنلبس ايه. لا من كتر لا بالظبط. فاحنا عايزين ننظم دولابنا، يعني كل الافكار دي انا حابه ان انا اقدمها، ننظم دولابنا ازاي، نلبس ايه، القطع الاساسيه. انت ممكن يكون دولابك مليان هدوم بس ما فيهوش القطع الاساسيه بالظبط، الالوان الاساسيه مثلا الابيض الاسود الجراي.
ايوه الحاجات دي. بس انت فاحنا عايزين نعلم الناس ده. ياسمين يا ريت ان شاء الله. وبرده حابين نسال عن ايه دلوقتي كل متابعين توتا سيكريتس والناس اللي طبعا يعني الاسم البيج توتا حسن على الـ على الـ على التتر عندنا كل الناس تابعنا طبعا. الناس دي عايزين نعمل لها حاجه من ياسمين محسن. هل بتبيع الحاجه بتعملها اعاده تدوير ولا ممكن حد يجيب لك حاجه تعملها ريسايكلينج انت من عندك؟ بصي عايزين حاجه اكسكلوزيف توتا سيكريتس. حاليا احنا طمعانين بقى. هو حاليا انا مش يعني مش عامله مثلا مكان او ان انا بستقبل فيه الناس او كده، لان برضو في يعني في ناس عندي على الجروب بسيطه يعني. أيوة. فعشان اخد ثمن الخدمه دي فهم كده يبقى هم ما نفذوش ما استفادوش حاجه من فكره الهدف. بس هي فكره انه الجروب عندي مجاني، اي حد يقدر يدخل الجروب ويسال، وانا اوريدي عامله طبعا فيديوز وصور وعامله الافكار كلها. يعني مثلا دلوقتي عندي لو عندي كورس. مثلا سي اي حاجه عندي لبسي مثلا ومش حابه البسها تاني، ازاي اتواصل معاكي او ازاي يعني هو عن طريق الكونكت بينا؟ عن طريق الجروب او عن طريق تصور الحاجه وابعتها لك اقول لك ازاي تصور الحاجه بتاعتها وبتحطها على الجروب، وسواء انا او الادمنز او اي حد على الجروب. يعني الناس ابتدت بقوا شطار كمان. أيوة عندي. الله ما شاء الله. ممكن يدخلوا يردوا عني يعني. انا طول الوقت طبعا ما بقاش يعني وقتي شامل طبعا، فاحنا كلنا بنساعد بعض على الجروب ودي احلى حاجه. كله فكله بيساعد كله على الجروب. هل الشنط بقى فكرتي فيها تعملي مثلا من حاجه زي لبسي قوي زي الجينز؟ عملت شنط وعملت جزم وكمان جزم. يعني مره كان عندي فرح ومش لاقيه جزمه يعني قريبه للفستان. اوكي عملتي فكان إيه؟ عندي حته من القماش كده باقيه. اوكي فجبت جزمه ساده ولزقت عليها حته من قماش الفستان الجبير على الوش بس كده. الله عليك. فبقت ماتشنج مع الفستان. طيب. ورحت الفرح، بعد الفرح شلتها خلاص. الجزمه رجعت ساده تاني. هستخدمها ما انا مش هرميها. مش هنرمي حاجه. اكيد استخدمتها تاني. الشنط كذلك يعني. الشنطه مثلا لو عندك شنطه ساده ممكن تغيري في شكلها. الشنط الخوص بتاعه المصيف، واحنا ده وقت الهايز دلوقتي موضه وغاليه جدا جدا. مش إيه عارفه ليه. ممكن شويه بادجات وترتر وشويه حركات ومسدس شمع. انت عملتي الشنطه ب 700 جنيه. بس هي غاليه جدا فعلا. ما هو الموضوع انتهى خلاص. انت عملتيها في البيت، ليه اشتريها بقى بالسعر الغالي ده؟ في طبعا ناس تقدر تشتري، بس انا بتكلم عن الناس اللي بتحب توفر. حتى الناس اللي تقدر تشتري الفتره دي يعني، حتى الناس اللي تقدر تشتري برضو ان تعمل ريسايكلينج للحاجه. انت ممكن تعمل حاجه اصلا اوريدي مش موجوده في براند عالي بالظبط. يعني ممكن تعمل مثلا ديزاين معين. وبعدين فيها ميزه زي ما حضرتك بتقولي انه انت لما تبقي ماسكه بقى شنطه انت عاملاها بايدك هتبقي فخوره قوي. فخوره طبعا. طبعا جايبه منين الشنطه دي؟ انا اللي عاملاها. انا اللي عاملاها. فكرتك وشغلك انت بس يعني حاجه يونيك وان بيس يعني. ايوه. طب بمناسبه شغلك وانه تبقى براند، ما فكرتيش تعملي براند ياسمين محسن؟ عملت حاجات كتير بس على اوقات متقطعه. لا لا براند وتبقي ليكي شوب وليكي مكان وليكي. ممكن ده يبقى الاستاب الجاي باذن الله. مثلا ممكن يكون في يعني خطوه ثانيه يعني. يا ريت انك افكارك. بس هي محلات المحجبات دلوقتي ما شاء الله يعني بقى كتير جدا جدا يعني. احنا يعني اتمنى انه نتمنى الفتره الجايه برضه يبقى في براند باسمك في كل الاماكن باذن الله. وللاسف اعزائي المشاهدين يعني وقت حلقتنا الجميل يعني انا بزعل جدا للفقرات الجميله اللي بتخلص فجاه. الوقت عدى بسرعه. الوقت عدى بسرعه طبعا. طبعا كان النهارده معانا سر الابداع، وكان معانا الجميله اللي زي السكر نورتنا النهارده. كانت اضافه كبيره للبرنامج ياسمين محسن الستايلست، بتعمل اعاده تدوير وريسايكلينج لكل ما يخص البيت المصري. وخليني بقى في الفينال اختمي بقى النهارده الخاتمه الجميله بتاعتك. نقول اسماء الفائزين الاول. تمام معانا عشان الكنترول جوه. قبل ما ننهي حلقتنا اعزائي المشاهدين بقول الف مبروك للفائزين بالاسبوع الثاني في مسابقه توتا سيكريتس، وهم اكثر لايك وتعليق ومشاركه لبيج توتا حسن الظاهر على الشاشه امام حضراتكم. الفائزين مدام ريهام عبد الفتاح سيد، انسه دانا، محمد عبد المنعم امين، واستاذ عمر علي احمد المغربي. الف مبروك ليهم. وانتم كمان تابعوني في المسابقه وتابعوني على البيج وتعليقاتكم ولايكاتكم، وان شاء الله تكونوا من الفائزين ان شاء الله. سر جديد من اسراري انتظروني الخميس القادم في قناتكم قناه الصحه والجمال. والى ان التقي بكم على خير ان شاء الله. لكم مني اطيب امنياتي وارق تحياتي. توتا حسن.